ثم دخلت سنة 21، لاحظ قال ابن الأثير ثم دخلت سنة 21 و600 621 هجري، ذكر عود طائفة من التتر إلى الري وهمذان وغيرهما. أول هذه السنة وصل طائفة من التتر من عند ملكهم جنكيز خان، وهؤلاء غير الطائفة الغربية، وهم عساكر التتار التي الطائفة الغربية كما قلنا هم عساكر التتار التي أرسلها جنكيز خان تلاحق خوارزم. يقول وهؤلاء غير الطائفة الغربية التي ذكرنا أخبارها قبل وصول هؤلاء الري، وكان من سلم من أهلها قد عادوا إليها وعمروها، فلم يشعروا بالتتر إلا وقد وصلوا إليهم، فلم يمتنعوا عنهم فوضعوا في أهلها السيف وقتلوهم كيف شاءوا ونهبوا البلد وخربوه، وساروا إلى ساوة ففعلوا بها كذلك، ثم إلى قم وقاشان، وكانتا قد سلمتا من التتر أولا، فإنهم لم يقربوهما ولا أصاب أهلهما أذى، فأتاهما هؤلاء وملكوهما وقتلوا أهلهما وخربوهما وألحقوهما بغيرهما من البلاد الخراب، ثم ساروا في البلاد يخربون ويقتلون وينهبون، ثم قصدوا همذان، وكان قد اجتمع بها كثير ممن سلم من أهلها، فأبادوهم قتلى وأسرى ونهبا وخربوا البلد، وكانوا لما وصلوا إلى الري رأوا بها عسكرا كثيرا من الخوارزمية. يقول وكانوا لما وصلوا إلى الري رأوا بها عسكرا كثيرا من الخوارزمية فكبسوهم وقتلوا منهم، وانهزم الباقون إلى أذربيجان فنزلوا بأطرافها، فلم يشعروا إلا والتتر أيضا قد كبسوهم ووضعوا السيف فيهم فولوا منهزمين. فوصل طائفة منهم إلى تبريز وأرسلوا، أي أرسل التتر، وأرسلوا إلى صاحبها أوزبك بن البهلوان يقولون إن كنت موافقنا فسلم إلينا من عندك من الخوارزمية، وإلا فعرفنا أنك غير موافق لنا ولا في طاعتنا. فعمد إلى من عنده من الخوارزمية فقتل بعضهم وأسر بعضهم وحمل الأسرى والرؤوس إلى التتار، وأنفذ معها من الأموال والثياب والدواب شيئا كثيرا، فعادوا عن بلاده نحو خراسان. التفت هذا ابن علقمي ابن تيمية بكل إصرار وثبات، ولهذا لم يشنع عليه التيمية في كتبهم وخطبهم. يكمل فعلوا هذا وليسوا في كثرة، كانوا نحو 6000 فارس، وكان الخوارزمية الذين انهزم منهم نحو 6000 راجل، وعسكر أوزبك أكثر من الجميع، ومع هذا فلم يحدث نفسه ولا الخوارزمية بالامتناع منهم. نسأل الله أن ييسر للإسلام والمسلمين من يقوم بنصرتهم، فقد دفعوا إلى أمر عظيم من قتل النفوس ونهب الأموال واسترقاق الأولاد وسبي الحريم وقتلهم وتخريب البلاد.